طلال يوسف، نرحب فيك في قناة الأيام الرياضية. اليوم معسكر الرفاع ما قبل مباراة العربي، أول مباراة في كأس الاتحاد الآسيوي، ونشوفك متواجد تساند وتدعم الفريق. حدثنا أكثر عن دورك. الحمد لله، يعني أشوف أن الأجواء حلوة والشباب متحمسين ويبون يفوزون في المباريات إن شاء الله. ما عندنا مباراة واحدة مهمة، عندنا ثلاث. صحيح. اللي أشوفه يعني من ويوه اللاعبين يبون يسوون ذا الشيء. حلو. والرفاع اليوم داش البطولة كونه بطل الدوري البحريني، فهذا أكيد معنويا راح تكون في صالح الرفاع إن شاء الله. نعم أكيد، دائما أنت بطل الدوري، يعني أنت كبطل هني. صحيح. تبي تثبت وجودك قدام الأفرقة الخارجية، وإن شاء الله يكونون قادها. سيبي لنا التوفيق إن شاء الله، نتوفق في المباريات. بس ساعات ينقصك التوفيق والحظ يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن، سؤال أخير عن ذكرياتك في الملاعب الكويتية، شلون ذكرياتك يا الجماهير؟ ذكريات حلوة والله، يعني أربع سنوات في لعبت أمام العربي، شلون كان؟ جمهور يا أخي يفرح القلب، جمهور العربي صراحة، ما والقادسية، يعني أكبر قاعدتين، يعني جمهورتين في الكويت. ما شاء الله تستانس وياهم، يعني ما يحبون الخسارة مول. يعني راح نشوف مباراة حماسية ومباراة مثيرة. أكيد إيه إن شاء الله، إيه إن شاء الله. هم يبون يفوزوا من أمس، أنا قالوا لي بنفوز عليكم، وإحنا نقول لهم بنفوز عليكم. للحين يعني يحبون التحدي هم بعد. أكيد يعني. أكيد. هذا ديربي خليجي. أكيد إيه. حلو. إن شاء الله الله وفقنا. إن شاء الله. وكلمة توجهها للجمهور البحريني. البحرين ما يقصرون دائما، ما يحتاج أقول لهم أول واحد هني موجود. دائما يدعمونا يعني كمنتخب كأندية بحرينية، ما دائما موجودين هذا لين يعني. مهما تشكرهم بعد أنت مقصر في حاجهم، لأن دائما موجودين في أي مكان نكون فيه هم موجودين فيه. حلو.